باسم طيران الإمارات يسعدني أن أرحب بكم في مقرنا الرئيس وأن أشكركم على حضوركم. اسمي حاتم عمر وأنا مدير العلاقات العامة في طيران الإمارات. معنا على المنصة الرئيسية الشيخ ماجد المعلى نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، والسيد سهيل العريفي المدير التنفيذي لجنة دوري المحترفين. قبل أن نبدأ أرجو من الجميع أن يضعوا أجهزتهم المحمولة على الوضع الصامت. سوف يتم الإعلان بعد قليل عما اجتمعنا من أجله اليوم، وسنفسح المجال لطرح الأسئلة والإجابات عليها والتقاط الصور. يسعدني الآن أن وعلى دعمكم الدائم والمستمر. تعلمون ولا شك أن طيران الإمارات تشارك من خلال الدعم والرعاية على أكثر من 40 حدثاً رياضياً تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر العملاء والمشجعين تجارب فريدة. أما على المستوى العالمي فإن شغفنا بالرياضة وخصوصاً كرة القدم لا يخفى على أحد، ومنذ انطلاق طيران الإمارات شكلت الرعاية الرياضية جانباً حيوياً من استراتيجيتنا التسويقية، لأنها تتيح لنا التواصل مع عملائنا والمشجعين، ومن خلال الحصول على حقوق الرعاية مع الاتحادات العالمية والأندية الرائدة أصبح طيران الإمارات من بين أشهر علامات تجارية المرتبطة بكرة القدم على مستوى العالم. واليوم فإننا ندعم هذه اللعبة الجميلة المحببة على قلوب عملائنا والمشجعين في دولة الإمارات، آملين أن نساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأحداث الرياضية العالمية الكبيرة. ويسعدني أن أعلم بكل فخر واعتزاز عن إبرام شراكة جديدة بين طيران الإمارات ودور الخليج العربي مقابل 25 مليون درهم على المدى السنوات الثلاث القادمة. وسوف تصبح طيران الإمارات من خلال هذه الشراكة التي تغطي عدة مواسم الشريك والناقل الرسمي لدوري الخليج العربي. إننا نسعى لتعزيز مكانة الدوري الإماراتي كواحد من بين أسرع نمواً في آسيا من خلال ربطه بعلامتنا التجارية، وكذلك دعم رؤيتنا للارتقاء بالكرة المحلية على المستوى العالمي. وسوف ينعكس تأثير ذلك على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للبطولات الرياضية الاحترافية. والآن ما الذي تعنيه هذه الشراكة لكل من طيران الإمارات ودوري الخليج العربي؟ سوف نحظى في طيران الإمارات بإبراز علامتنا التجارية اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في كأس السوبر الخليج العربي، وعليه فإننا سوف نتواجد في مباريات الدوري العربي البالغ عددها 182 مباراة، ومباريات كأس الخليج العربي وعددها 45 مباراة، بالإضافة إلى مباريات دوري تحت 21 سنة التي ستبث تلفزيونيا وعددها 26 مباراة. كما سنحصل على فرصة ترويجية وحقوق ضيافة خلال المباريات، وسوف تستفيد طيران الإمارات أيضا من حقوق الإعلام الرقمي والاجتماعي على منصات دوري الخليج العربي، وسوف يكون لها حضورا بارزا في المباريات النهائية وخلال تتويج الفرق الفائزة. إن هذه الرعاية بالنسبة لنا ليست مجرد صفقة تجارية، بل تمثل توقعا إلى نمو وتطوير دوري كرة القدم ودعم تطلعات وآمال الأندية والجماهير محلياً وعالمياً. ويعكس دعمنا القيم التي نؤمن بها التي تتضمن دعم المجتمعات التي نخدم من خلالها تنمية أعمالنا. وبالختام فإننا على ثقة تامة من أن هذه الشراكة تمثل وسيلة قوية لتقريب طيران الإمارات من مشجعي كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع. أشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mention your name, title, and where you're coming from. وما يخص هل ما زال الباب مفتوح؟ نعم. شيخ ماجد المعلم ممثل طيران الإمارات، سعادة مروان بن غليطة عضو المكتب التنفيذي،
في البداية أرحب بالحضور الكريم من إعلاميين ومتواجدين. يسعدني بالنيابة عن سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس المكتب التنفيذي وأخوانا أعضاء المكتب التنفيذي التواجد اليوم في هذا الحدث الكبير، حدث الإعلان عن شراكة بين لجنة دوري المحترفين وطيران الإمارات، الشركة الرائدة في الطيران والتي طالما عودتنا على دعم قطاع الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد. نأمل من خلال انضمام طيران الإمارات إلى قائمة رعاة المسابقات التي تنظمها لجنة دوري المحترفين من دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي ودوري تحت 21 عام، تطوير ودعم دوري الخليج العربي محليا وعالميا. سيتواجد طيران الإمارات في المسابقات التي تنظمها لجنة دوري المحترفين اعتبارا من مباراة السوبر التي ستجمع بين العين والنصر مساء السبت باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وسنعمل سويا مع طيران الإمارات على تفعيل هذه الشراكة من خلال العديد من المبادرات التي ستساهم في النهوض بدوري الخليج العربي بالإضافة إلى دعم الأندية المحترفة. نأمل بأن تكون هذه الشراكة مكسب لجميع الأطراف، ونشكر طيران الإمارات على اختيارهم إلى دوري الخليج العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجد المعلم، هل ستكون رعاية دور المحترفين الإماراتي بداية لرعايات أخرى في رياضات أخرى ككرة السلة أو كرة اليد أو الطائرة؟ وسؤالي للسيد we always, as I said, you know, looking for any open opportunities that that will put Emirates at the right marketing mix. The league reached the stage right now where we feel that it's almost in line. Tournament. Is there any chances of getting that to Dubai or UAE, as a matter of fact? Well, at this stage, you know, probably I don't have really solid information about it. But as I said earlier, I think maybe I was answering it in Arabic, that we always open for any opportunities where it fits our marketing mix strategy and or different entities. Hi, Sheikh Majid. I'm looking at the camera as well.